بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك، ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعضنا سكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعضا كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخي ردأ ووزيرا، وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا، مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة
حجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد. صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبت سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطيته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من الله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقل قل لا أسألكم عليه عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والوسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما غاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمام من كنت. اللهم والي من والي.
نصرا واخذل من خذل. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميرا. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا. ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك وسلمك سلمي وحربك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيض وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه. يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل. ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرام وقاتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضب على عداوته وأكبت على منابذته حتى
قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبا وقتله أشقى الأولين، يقول عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجس المراد، فلقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله طرا بالايادي هالضربة القشرة يا ابويا منين حله بعدك يا داحي الباب شوكة نفتل هالضربة اللي هدت أركان المسلمة هاللي فعلها راح يا باب العلم وين من جسر يا لاهوت هالأعظام يا أبو حسين بطل ونيناك يا الولي قلبي تفت بطل ونينا والدمع منك حدا صابغ بدم الراس وينادي يا شبار هذا الذي مكتوب لي في عالم الدار من عالم التكوين هالطبران كتب شالوا فوق اجتافهم يكسر الخاطر شيبة مخضب ونتت فت المراير والناس في ضجة على شيخ عشاير وعباس نادي بعد ابويا يتموني وطلعوا بداح الباب حيدر شايلين بس ما يوني فتت العالم ونينا والناس من حول الجسد متحاولين وعباس نادي بعد ابويا يتما وزينب تنادي هالذي محمول من وين بالله يخبروني يا اخواني حسن قالوا لها يا مخدرة سيد الكون صرخة صفجة بيدها وفي الحال خر أين المنادون وعليا والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل و
وسبيا لا تقول ما عندي مروة لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت أخواني ما خودتني حسين قوال خويا تدري الشمر بيا السوايا صوت علمتوني تلوّى أي محنة يا حسين عنا شاغلتكم ما تشنكم أخواني ولا تشني أخدكم أنا غصبا علي يا أخواني مفارقتكم أبنصب عزاكم يا أخوتي فوق المطي وأقصي ما نقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقي وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الطيب من أهل بيت محمد وعليه صلى الله عليهما وآلهما فليبكي البكاء وإياهم فليندب ولمثلهم فلتدرف دموع وليصرخ الصارخون ويضج ضاجون ويعجل عاجون أين الحسن أين أبناء الحسين صالحون بعد صار وصادقون أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العال أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمايا أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدي أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان
الطغيان. أين يا حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ ولا؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمرد؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول، بكربلاء طال انتظارك أيها المحيي شريعة فانهض، فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعا أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنايا ضلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع ويدي مدها للقبر حجة المبروك من صاب نحر حسين ولا دموم تفوق ويطلع الطفل الذي بالسهم منحوم ويطلع كريم حسين ودمومه جري وينفرج قبره وتطلع الجثة بلا راس ويموج وادي كربلاء من ضجة النار ويمشي أبو صالح المهدي القبر عباس يوقف على راس البطل راعي الحمي ومن الشريعة يقوم ومن الضريح يقوم حماي الوديعة ويعاينون الناس شفانا ويصير لطم الروس وتزيد الفجيع وتصير ضجة توصل السبع العلي أين المنادون وحسينا
أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغر وابن فاطمة الكبرى؟ بنفسي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهدين، يا ابن الخيرة المؤذبين، يا ابن الغضارفة الأنجبين، يا ابن الأطيب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيء، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغة، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبي رضوى أو غيرها؟ أم ذي طوى؟ عزيزا علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيزون
علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجار، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاغى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولا، وإلى متى وأي خطاب نصف فيك وأي نجوى. عزيزان علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيزان علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيزان علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عيناه فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا. متى ترى وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأدقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحاق، وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا جميعا فأغث يا
عبيدك المبتلى واره سيده يا شديد القوى وازل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتغى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعادا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديم إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد القسوار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لأمدها ولا نفاذ لمددها اللهم وأقم به الحق وادحض به الباطل وأدل به أولياءك واذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إلى والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخير ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليه وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويان غنيان سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.